بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نستضيء بكتاب الله سبحانه ونستنير بكتاب الله سبحانه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فالحمد لله على هذا الكتاب الكريم، على هذا النور المبين، على هذا الكتاب الحكيم، على هذا الكتاب العزيز، على هذا الكتاب المبارك. الحمد لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة الموضحة لهذا القرآن. وكلما اقتربنا من كتاب الله ازددنا انتفاعا، وازددنا بركة، وازددنا رفعة في الدنيا وفي الآخرة. وعلى العكس، من أعرض عن هذا الكتاب العزيز، فقد قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عياذا بالله من العمى، عياذا بالله من عمى البصيرة، عياذا بالله من البعد عن هذا القرآن الكريم وعن سنة النبي الأمين. ويا هنيئا لهم أهل بيت يتلى في بيتهم كتاب الله وتتذاكر في بيوتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مجالس تثبت في صحائف أعمالهم يوم يلقون ربهم. قد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي التي أقوم في كل اتجاه، يهدي التي أفضل في كل اتجاه، يهدي للتي أفضل في الأخلاق، في المعاملات، في المعتقدات، في الآداب، في كل شيء. هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وكيف لا وهذا الكتاب هو كتاب ربي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا سر هدايته التي أقوم، أن الخلق هم خلق الله، وأن الكتاب هو كتاب الله سبحانه، هو الذي أنزله على رسوله وهو أعلم بالخلق، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الحمد لله على هذا الكتاب المجيد، مع بعض آي هذا الكتاب العزيز نتدبرها ونتأملها. وكل كتاب الله فيه خير، كما أننا أمرنا بالصلاة، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالحج، كذا أمرنا بغض البصر، كذا أمرنا بالتوحيد، كذا أمرنا بالتراحم فيما بيننا، نهينا عن الشرك. قد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهيا للعمل بكل ما في كتاب الله، ولا نقتصر على بعض أي الكتاب ونهجر البعض، وإلا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: من الأحزاب من ينكر بعضه،
وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب الآيات. فهيا للعمل بجميع ما في هذا القرآن نغنم ونسلم والحمد لله. من الآداب التي تأدبنا بها في كتاب الله ألا نقف ما ليس لنا به علم، نسكت إذا لم يكن عندنا علم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل حدث كذا وهو لم يحدث. فهذا من الأداب التي تأدبنا بها. وحذرنا الله في كتابه من الإرجاف، وحذرنا من المرجفين. والمرجفون هم الذين يذكرون أخبارا تجعل القلب يرتجف من شدة الخوف، تجعل قلبك يرتجف ويضطرب من شدة الخوف. والأراجيف التي تهز الشخص وفي الغالب تكون كاذبة. ذلك حذر الله المرجفين فقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. فإذا كان المرجف مع المنافق مع مريض القلب ملعونين أينما ثقفوا في كل مكان، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فإياك أن تكون مرجفا، إياك أن تخوف المؤمنين، إياك أن تسبب لهم ذعرا وخوفا. فهذا الخوف قد يحمل بعضهم على الكفر، يحمل بعضهم على الردة، قد يحمل بعضهم على الجبن، على ترك الصلاة، يسبب هزيمة نفسية شديدة للمسلمين. لذلك حذرنا في عدة مواطن، حذرنا من الإرجاف. لا تلقي بالك لمرجف ولا تكن أنت أيضا مرجفا. الله قال في الكتاب العزيز، وفيه أيضا عطب من طرف الخفين على بعض أهل الإيمان، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ليس كل أمر من الأمن أو الخوف تنشره، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا تكن بوقا تردد أي شيئة، وهذا الترديد قد يسبب في الإضرار البالغ بأهل الإسلام. ما سبب نزول قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؟ سبب ذلك أو من أسباب ذلك، فقد تتعدد أسباب النزول الآتي الواحدة، أن عمر رضي الله عنه كان في بيته وكان له صاحب. وعمر بيته كان في عوالي المدينة، فكان يشق عليه أن يذهب كل يوم لمسجد رسول الله عليه السلام يصلي فيه. فكان يوما يذهب لمسجد رسول الله وله جار يذهب اليوم الآخر، وكل يأتيه بالأخبار والآيات التي نزلت والأخبار التي حدثت في مسجد رسول الله. كان عمر يتناوب مع جار له النزول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يقول كانوا يستعدون لأمر في قبيلة كبيرة اسمها قبيلة غسان ستهاجم المدينة وتقتل المسلمين، قبيلة قوية من ذيول الروم. فالمهم ذات يوم عمر يقول طرق صاحبي الباب طرقا شديدا،
طلقا شديدا جدا في الليل. قم. قال ماذا؟ أجاءت غسال التي تستعد للهجوم علينا؟ قال لا، ما جاءت غسال أشد من هذا قد حدث. قال ماذا أشد من هذا؟ قال طلق النبي نساءهم، كل النساء، كل النساء طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحزن بلغ بعمر المنتهى، لأن ابنته أيضا من نساء الرسول أيضا، وأشد من ابنته أمر رسول الله وهدوء بال رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قد خابت حفصة وخسرت، قد حذرتها. وجلس يذكر ما فعلهما حفصة تذكيرا لها، ألا تسأل رسول الله النفقة ولا تستكثر من النفقة. فابنته هم أمرها أن يخشى أن يكون الله غضب عليها، فقام لابس الثوب وجاء يجري إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجد الصحابة في المسجد يبكون، كل لاف رأسه بين يديه ويبكي. فقال ماذا يا جماعة حدث؟ أطلق النبي النساء؟ قالوا لا ندري، لكن الرسول معتزل فوق في مشروبة، ترك الناس كلهم ومعتزل في مشروبة مشاربه، مكان عالي، شرفة عالية. فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، ففي إلى رسول الله غلام يحرس، يحرس الرسول في جوز اتخاذ الحارس أيضا. فذهب عمر للغلام قال يا رباح استأذن لي في الدخول على رسول الله. فذهب رباح ورجع فقال قد ذكرتك له، يعني فلم يأذن. فازداد عمر هما إلى هم ورجع إلى المسجد، مكث برهة ثم رجع يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رباح ورجع قال قد ذكرتك له، فسكت ما أذن. أيضا استمر برهة وفي النهاية أذن له. فأول ما دخل على الرسول قال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. قال لا. فكبر عمر ونزل المسجد مكبرا، ونزلت آنذاك الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالشائعات قد تنتشر في الأوساط المسلمة وتنتشر في أوساط الصالحين، ولكن ليس كل خبر تسمعه تنشره، وليس كل خبر حتى لو كان صحيحا ينشر. هناك أخبار صحيحة لكن في نشرها ضرر. الأول أتأكد من ثبوت الخبر، ثبت أم لم يثبت، وبعد أن أتأكد من ثبوت الخبر أنظر هل في نشره منفعة للمسلمين أو في نشره إضعاف المسلمين وكسر شوكتهم. إن كان من شأنه أنه يضعف المسلمين ولو كان صحيحا أكتمه، لأن الآثار السلبية لهذا الخبر ستضر بالمسلمين، وهذا ما يسميه الناس في مصطلحاتنا المعاصرة الحرب النفسية. قد يهزم الشخص نفسيا فيضعف جسمه ولا يستطيع مقاومة عدوه. الإشاعات قد تنتشر في الأوساط المسلمة والأوساط البارة التقية أيضا، الأوساط البارة التقية. ولا يخفى عليكم حديث الإفك وانتشاره في وسط بعض أهل الصلاح، حتى قام رجل بدري ومصطح بن أثاث البدري المهاجري قريب أبي بكر الصديق يطعن في أرض أمنا عائشة،
فهو وأبوها ينفق عليه بلا تثبت ولا روية. وليس هو فقط، بل قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليسوا من اليهود ولا النصارى. لم يكن هؤلاء الذين نشروا الإفك يهودا ولا نصارى ولا ملاحدة، لكن في الأصل أنهم في الظاهر أنهم أهل الإسلام. فقد تنتشر الشائعات حتى في أوساط أهل الفضل والصلاح. وصل الأمر إلى حسان بن ثابت، شاعر رسول الله، يطعن في أرضه منها. يطعن حسان بن ثابت شاعر رسول الله في أرضه منها، واتهمها بشيء يعف اللسان عن ذكره. وحسان من هو حسان؟ حسان من هو حسان؟ فالشيعات قد تنتشر في أوساط أهل الصلاح. ولذا حذرنا من أن نتلقى الأخبار من كل شخص، خاصة الأخبار التي تطلع في المسلمين وتنتهك فيها أعراضهم. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ليس بالسهل أنك تتناول أرض مسلم أو تفتت عضد المسلمين أو تدخل في بيت رسول الله وتصف أهل بيت رسول الله بما ليس فيهم وتحسبه هينا وهو عند الله عظيم. فالشائعات قد تنتشر حتى في أوساط أهل الفضل وأهل الصلاح. فبعضهم قد يبني على الظن ويتكلم بالظن إن أزواج النبي وهن فضليات النساء بعد المبشرات بالجنة من وسيدات نسائها أزواج رسول الله تسري فيهن شائعات. ما الشائعة التي سرت؟ ما منشأها؟ الرسول متزوج بأم سلمة، أم سلمة بنت جميلة اسمها زينب. إذن بنت أم سلمة متربية عند رسول الله، هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، هي ربيبته. فالربيبة حرام على الشخص أن يتزوجها، لكن من كثرة دخولها وخروجها على رسول الله نساء النبي جلسنا فيما بينهن، قال الرسول سيتزوج بمن؟ بمنت أم سلمة، بزينب، كانت جميلة وعاقلة ورزينة. قالوا سيتزوجها الرسول. يا جماعة منين جا لكم الخبر؟ بدأنا في الترتيب. جاءت أم حبيبة إلى الرسول وقالت: يا رسول الله تزوج أختي، تزوج أختي. فظن النبي أنها تريد أن تطلق ويتزوج بأختها لأنه لا يصح الجمع بين الأختين. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، حق من شاركني في خير أختي ولست مخليا لك. أنا مش هسيبك أنا ولا أطلب الطلاق، لا، أختي تأتي معي ما دام العملية فيها أنك تتزوج الربائب إلى آخره. قال: إنها لا تحل لي، هي أختك. قالت هنا المقولة التي تريد أن توصلها للرسول: فإنا نتحدث، نحن أزواجك نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال: زينب؟ قالت: نعم زينب. قال: زينب ربيبتي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ففي سببان منع كل واحد منهما يمنع الرسول تزوج بها: أولا هي الرسول عمها من الرضاعة، وثانيا هي ربيبة رسول الله. فانظر إلى الشائعات التي سرت حتى دخلت على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل هم نساء النبي عليهن رضوان من الله.
الشاهد قد تنتشر الشائعات، والشائعات التي يترتب عليها حتى قتل. فإن ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فاصبحوا على ما فعلتم نادمين، وتعرفون سبب نزولها، تعرفون من أسباب نزولها كانت ستحدث مقتلة، مقتلة لو لم ينزل الله عز وجل قرآنا ينقذ المسلمين من الوقوع في ورطة قتل إخوانهم. الرسول أرسل رجلا أيا كان اسمه، وفي بعض الطرق فيها مقال لكنه قوي بعضها بعضا، بسبب نزول الوليد بن عقبة بن أبي معيط، يأتي بزكوات بني المصطلق، لأنهم أهل صفية أهل جوارية بنت الحارث المصطلقي. وكانت بين هذا الرجل وبين هؤلاء القوم إحن في الجاهلية، فرجع كبيرهم أميرهم من الطريق بمن معه، قال: يا رسول الله، القوم منعوني الزكاة، رفضوا يسلمونني الزكاة، وأرادوا قتلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وعد جيشا عليه خالد بن الوليد للذهاب إليهم. بينما هم على ذلك، بنو المصطلق ألهمهم الله أن تدارسوا الوليد، ما يعرفون شيئا. قالوا: لماذا تأخر رسول الله عن قبض الزكوات؟ هيا نحمل زكواتنا وندخلها، نذهب بها إلى الرسول، من ستر الله عليهم وحفظ الله لهم، يعلم صدقنا وإياهم. فأتوا بالصدقات وأدخلوها، دخلوا على الرسول: هذه الصدقات يا رسول الله، تأخر رسولك. فقال عليه الصلاة والسلام: منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟ قال: والله يا رسول الله، نحن ما زلنا ننتظر، فلما تأخر أتيناك بالزكاة. ونزلت الآيات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مجموعة الطرق تحسن القصة. فالشاهد من ذلك أن هذا الرجل لو لم نتثبت من خبر لقتلنا قبيلة بأسرها، قبيلة بني المصطلق. فلذا شرع التثبت من الأمور. أهل الإرجاف في البلاد ينشرون أخبار، هذا الكلام الذي أذكره في وسط مسلم، لكن أهل الإرجاف أحيانا من أهل النفاق والمذيعين الكذب الفجرة يخرجون يجتمعون على رأي واحد: اليوم سنتحدث في كذا، كي نسقط هذا الشخص، فتتفق كلمتهم ويتحدون. قلنا: نخرج غدا الصباح نطعن في الشيخ فلان كلنا، أنا من في قناة كذا وهذا في قناة كذا، حتى ندمره. ده في عرض واحد، لكن في عرض أمم ينتهك أحيانا. نخرج نطعن في الدولة الفلانية ونسقطها، وكل يخرج في أبواق متعددة بمضمون واحد. حاول أهل الإرجاف ذلك في زمن الرسول بعد غزوة أحد، وسلم الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وسلم الله أبا بكر، وسلم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، سلم الله علي بن أبي طالب، سلم الله عددا من الصحابة الكرام. فبعد أن انقشع غبار المعركة، ماذا كان؟ خلاص بدأ أبو سفيان يرتجز ويقول الهبل، ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، ويقول ورسول عليه السلام لما قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ قال الرسول: لا تجيبوه. أفي القوم أبو بكر؟ قال النبي: لا تجيبوه. أفي القوم عمر بن الخطاب؟ قال النبي: لا تجيبوه. في شأن نفسه اسكت، لا تتكلم. فقال: الحرب بيننا سجال والأيام دول، أعلو هبل.
فلما قال على الهبل لا، الرسول أمر الصحابة بأن يجيبوه، قال ألا تجيبوه؟ في الحقوق الخاصة اسكت، في الحقوق لما ألا تجيبوه؟ قالوا كيف نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأجاب عمر أما الذي ذكرت يا عدو الله، من ظننت أنهم قتلوا رسول الله وأبو بكر وعمر فما زالوا أحياء والحمد لله. فخرج أبو سفيان وانطلق ومشى، فجاء أبو سفيان في الطريق وقال قال لأصحابه ماذا فعلتم؟ لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، ما خدتش ببنات حلوين سبايا، بس ما صنعتم. وذهب المرجفون إلى رسول الله والصحابة، قال الرجل سيرجع إليكم الكفار، سيرجعون يستأصلونكم يا أهل الإسلام. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فذهبوا يفتتون في عضد المسلمين. فماذا كان من أهل الإسلام أمام الأرجاف؟ فزادهم هذا القول إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، واستعدوا، قالوا قصرنا في المعركة الأولى، هيا نمشي إلى حمراء الأسد. فانسحب سفيان ورجع إلى مكة. فالمرجفون يفتتون في العضد، عضد الأمم وعضد الأفراد، بأخبار كاذبة ينشرونها، بأخبار كاذبة ينشرونها في أوساط الناس. فلا تكن بوقا يا مسلم تردد ما يقوله فساق في الإذاعات وفي الفضائيات وفي الصحف والجرائد، تردد ما يقوله هؤلاء الفساق وأنت لا تشعر، وتسبب إضرارا بالغا لأهل الإسلام، تسبب ضررا بالغا بأهل الإسلام، بل حافظ على المسلمين. ذاك الرسول في الرؤيا المنامية عليه الصلاة والسلام التي رآها عليه الصلاة والسلام، رأى النبي رؤيا منامية كما في البخاري من حديث سمرة بن جندب عن رسول الله، رأى رجلا نائما مضطجعا، أو رأى رجلا يؤتى بكلاليب يشرشر صدقه إلى قفاه، كاللوب كده يضع فمه يشرشر الصدق إلى القفا، يشرشر الصدق إلى القفا. ثم يتجه يشرشر الآخر إلى الصدق الأيسر إلى القفا، إذا شرشر الأيسر يكون الأيمن قد التأم، يرجع للأيمن، إذا شرشر الأيمن يرجع للأيسر يكون قد التأم، يشرشر الشدق إلى القفا والشدق الآخر إلى القفا، مستمر عام مستمر بصورة مستمرة، الفم يشرشر هكذا وهكذا شغل يمين وشمال. قال من هؤلاء؟ قال هذا الرجل يصبح يكذب الكذبة تبلغ الأفاق، يعني يختلق اختلاقة وينشرها في الناس تبلغ الأفاق. ولم تكن الإذاعات بهذه الطريقة التي عندنا الآن ولا وسائل التواصلات منتشرة على عهد الرسول هذا الانتشار، كان هناك من يبلغ الناس يمشي في الطرق فحصل كذا وكذا وحصل كذا وكذا، كما حدث يوم إسلام عمر، قال من أشد أهل مكة نشرا للأخبار؟ قالوا فلان دعا، قال أخبر الناس أنني أسلمت. قال متأكد؟ قال نعم أنا متأكد. فمشى في الناس يا أيها الناس ابن الخطاب قد أسلم، لكن الآن لا يحتاج إلى مثل ذلك، كلمة في فضائية تبلغ ملايين الملايين من الأفراد، فيصبح المذيع الفاسق المملى عليه من سياساته أو المملى عليه من شياطينه أو الذي حركته الدراهم والدنانير يعمد إلى الكذب والافتراء لتوهين عضد ولتفتيت عضد أهل الإسلام، فيكذب الكذبة تبلغ الأفاق. فأنت إذا رأيت هذا المذيع تكلم، ومذيع مثله تكلم في قناة أخرى،
ومذيع مثله تكلم في قناة ثالثة المضمون واحد لأمر قد بويت له بليل، فتظن أن الأخبار صادقة وليس لها أساس من الصحة. وهذا ينتشر في الحروب. وللعلماء ولعله يسر الدرس اسمه الحرب النفسية. الحرب النفسية تحطمك كجندي وتجعلك تترك السلاح، تجعلك تترك السلاح ويأخذ العدو بسهولة. وليس ثم شيء يستدعي ذلك، إنما هو التخويف والإرجاف. واحد يأتي يقول لك في زمن انتبه مش عارف الشرطة والمباحث تقبض على المصلين في مسجد كذا وغش. المباحث لم تقبض على المصلين، بل منهم هم مصلون، فينشر الخبر يخوف الناس عن الذهاب إلى المساجد. والأمور سهلة، والأمور يعني ما في أي خبر من هذا يحدث، لكن يكبر المسألة الصغيرة ويعظمها، فيتسبب في نكسة قوم ويتسبب في ردتهم عن دين الإسلام. ولذلك فإن الله سبحانه يأمرنا في مثل هذه الأحوال، يقول فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فالحرب النفسية دي مدمرة يا إخوة. عروة بن مسعود الثقفي اضطر أبا بكر إلى أن يقول كلمة ليست فيها من أخلاق أبي بكر، ولكن وجد المقام يستدعيها. يقول عروة بن مسعود الثقفي في صلح الحديبية، وكان مندوبا عن الكفار، يريد أن يضغط على الرسول ببعض الضغوطات، حتى يتصالح وحتى يتنازل عن بعض الأمور. فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام كلاما، وفي ثنايا كلامه لرسول الله يقول له إني أرى من حولك أوباشا جدير بأن يفروا عنك ويهربوا منك ولا يقاتلوا معك. فيعني عايز يقع بين الرسول وبين من؟ من حوله من الصحابة. فحينئذ رد عليه أبو بكر قال أنحن نفر عنه وندعه؟ إذا فامسس بذر اللات. كلمة شديدة قاسية قالها أبو بكر لعروة بن مسعود الثقفي، ولكن هضمها عروة. قال من هذا المتكلم اللي يتكلم بهذا الكلام، الكلام قبيح من وجهة. قالوا أبو بكر الصديق. قال لولا يد لك عندي، لولا أنك عملت فيها معروفا من قبل لأجبتك، ولكن أنا أحترم معروفك السابق، معنى كلامه الذي صنعته معي من قبل، فلن أرد عليك بسبب ذي الكلام. هو يعرف أبا بكر ويعرف كرم أبي بكر وأخلاق أبي بكر، أن أبا بكر كان له فضل عليه في زمن الأزمان. فقال له لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. فالشاهد أن الرجل حاول أن يفوت تعاضد أهل الإسلام ويوقع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحرب النفسية دي مدمرة، ولذلك الرسول رعاها وحافظ على أصحابه. فلماذا ترك النبي قتل المنافقين؟ سأل يطرح. إذا كان المنافقون يفتون في العضد ويطعنون في الإسلام، فلماذا لم يقتلهم رسول الله؟ لماذا لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة أو قال العلماء إن النبي هو الذي أجاب. أفلا نقتلهم؟ أفلا نصنع فيه؟ قال إجابة نافعة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه إذا سرت في الناس شائعة أن سواء أسلمت أو لم تسلم محمد سيقتلك، في ناس قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقتلهم، فستثير فتنة. فنادي إخواننا الذين في بعض الدول لا يتحدث أن أعقلوها يا من من الله عليكم بنصر وفتح في بعض البلاد، أعقلوا ذلك، لا يتحدث الناس أن محمدا
يقتل أصحابه. أقلوها وأقلوا معها ما سيلي، أقلوا معها ما سيلي، يا من من الله عليكم بالنصر في بعض البلد، أقلوا ما سيلي. سحر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر، ليس سحرا مؤثرا على الشريعة، إنما سحر مؤثر على إتيان النساء، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. فلما سحر ماذا يصنع المسحور؟ دعا ودعا ودعا، استمر في الدعاء، استمر في الذكر، استمر عليه الصلاة والسلام دعاء دعاء شهر أكثر من شهر، والسحر لم ينفك، استمر داعيا داعيا داعيا. وبعد ذلك استيقظ ذات صباح فقال يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني رجلان في النوم رؤيا منامية، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، الرجل مطبوب يعني المسحور، قال ومن طبه؟ من الذي سحر؟ قال لبيد بن الأعصم. بعض الروايات بنات لبيد بن الأعصم. أين؟ في مشط ومشاطة في بئر ذروان، يعني مشط الرسول مشط الشعر، البنات والرجل أخذ شعر الرسول ونفس فيه وعقد عقدا ورمى المشط والمشاطة في بئر ذروان. فبعض الطرق أن النبي يحرر سندها، لكنها ثبت على العموم في ناحية الإجمال بغض النظر عن التسمية. أرسل عليا إلى البئر فنضح البئر، وإذا ماؤها كنقاعة الحناء حمراء، واستخرج السحر من البئر فشفى الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. شهدي من هذه الجملة التي ستأتي، قيل يا رسول الله أفلا نقتلها التي سحرتك؟ أفلا نقتلها؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما وقد شفاني الله فإني أكره أن أثير على الناس شرا. افهموا يا إخوة هذه الكلمة، خلاص الحمد لله شفاني الله، لا أريد أن أثير على الناس شرا. في بعض المواطن يشرع العفو أحيانا تضميضا، لماذا؟ للجراح، وخاصة مع قوم ضرب عليهم وفرض عليهم الجهل لمدة سنوات، ضرب عليهم الجهل وجهلوا عن عمد لمدة سنوات. فإذا كان الله قال في حق أهل الشرك الذين مشركون بالله، قال لرسوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما في تشويش على القرآن يا محمد في زمنك، واحد جاي يسمع منك يخرج له واحد من المشركين، تفرح فين؟ ذهب لمحمد، لماذا؟ قال بلغني أسمع منه. قال ابتعد، لا تسمعوا لهذا القرآن ولا تلغوا فيه، فالرجل ساحر كبير يفرق بين الولد ولد، هيسحرك. يرجع الرجل إلى بلده، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن أمام هذا لما فتح الله على الرسول الفتوحات خلاص بدأ الناس يأتون، فربنا يقول لرسوله وإن أحد من المشركين استجارك نزل في جوارك فأجره، قل له أنت في مأمن، أنت في مأمن حتى يسمع كلام الله الذي منع منه، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، حجبوا عن العلم، حجبوا عن العلم زمنا. أنت من الله عليك بالعلم والاستقامة والالتزام، لكن في غيرك حرم من هذا، فأبلغه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إن بعض أهل العلم ذكر سببا في ربط ثمامة بن أسال
كبير أهل نجد الذي أسر واتت به خيل رسول الله، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 3 أيام بالليلية. قال بعض أهل العلم ملتمسا سببا لذلك، قال لأن الرجل لم يكن يعرف القرآن ولا يعرف المسلمين، إذا مربوط في السارية ويسمع الرسول يتلو القرآن يسمع قرب بدون وصايد، والصحابة خلفه ويرى الرسول راكعا والسمت يعلو والخشوع يعلو، والصحابة الخشوع يعلوهم وينصتوا للقرآن، والرجل عربي ويعرف معنى القرآن تماما، ليس مثلنا الذين تسربت إلينا العجمة وأصبحنا لا نفهم كثيرا من القرآن، الرجل عربي وعارف معنى القارعة، معنى الحاقة، معنى الصاعقة، يعرف تماما مدلولات اللغة، ويرى الرسول راكعا والصحابة ركوع، ويرى الرسول ساجدا والصحابة سجود، ويسمع التأمين، وكلهم صف واحد خلف إمام واحد، وكلهم متصافون فيما بينهم، يسمع كل المنى يغض من أبصارهم، يسمع التلاوة العطرة من رسول الله الذي عليه أنزل القرآن، فبلا شك أن هذا تكون الحجة قد أقيمت، قد أقيمت عليه. فلذلك قال بعض العلماء حبسه الرسول في سرية المسجد ليطلع على أحوال المسلمين عن قرب ويستمع عن قرب، وبعد ذلك النبي يخرج إليه أسلم يا ثمامة، عند يأبى يقول يا محمد اختر مني 3 أشياء، إن تمنن تمنن على شاكر، إن تفضلت علي بإطلاق سراحي أنا سأشكر لك هذا المعروف، إن تقتل تقتل ذا دم، لي قبيلة ستطلب دمي، إن كنت تريد من المال شيئا سل من المال ما شئت أعطيه لك. يسكت النبي ما يومين وثلاثة أيام، في اليوم الثالث قال النبي أطلقوا ثمام دون قيد ولا شرط، فثمام رأى الذي رآه في المسجد، ورأى المسلمين، ورأى عفو الرسول الأمين أنه يقول ما يفعل، فذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل، ثم جاء يقول أمام الناس كلهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله يا رسول الله، ما أصبح يقول يا محمد، أصبح يقول يا والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه إلي، والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض من وجه من بلدة أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك الآن لأحب بلاد الله إلي، والله يا رسول الله، لن يصل إلى مشرك قريش حبة حنطة يعني القمح من بلادنا من اليمامة إلا إذا أنت أذنت لهم، وفرض حصار اقتصادي على قريش حتى تسرب إليهم الجوع، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع، حتى جاءوا إلى الرسول قالوا يا محمد دعوت علينا ومنع عنا، أكلنا العلهز، مصصنا الجلود، أكلنا الجيف، مصصنا النوى يا رسول الله. فشهدي يا إخوة أن أهل البلاد التي من الله عليهم بالنصر كثير منهم جهلة، والجاهل يكذب بما لا يعرف، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، فهم معرضون. هكذا قال الله تعالى، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، فبسبب الجهل أعرضوا عن الإسلام وأعرضوا عن الإيمان. الله سبحانه وتعالى ذكر المرجفين في كتابه الكريم فقال في شأن المرجفين، أن أحيانا نحن نزعل لما واحد ينصرف منا إذا كان في وسطنا وينصرف، ولكن قد يكون هذا الرجل فيه أذى، في وجوده أذى. الله قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، أعمل لك
في أوساطك يعمل لك أزمة نفسية، يصبطك، يعوقك. يا أخي أنت رجعت فين؟ المشركون 10 أضعاف. يلا نرجع، كل واحد يشوف له مكان نرجع. لماذا نواجه؟ هم كذا كذا مهزومين، إذا نفر بسلامتنا. ويقول أحدهم لرسول الله: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. والله قال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليهم. تعال يلا نمشي نصرف. ولا يأتون البأس إلا قليلا. فالمرجفون يا إخوة لهم أثر سيء على الأمم، لهم أثر سيء على الأمم وعلى الشعوب وعلى الأفراد والجماعات. فهان بعض إخواننا يتبعون سبيل المرجفين وهم لا يشعرون. ليس بالسهل أن تقول مثلا إن قوما ما من الخوارج، ليس بالسهل. هل أنت عالم تقول من الخوارج؟ وهل أنت التقيت بهم حتى تصبت الناس أو تصفهم بأوصاف بناء على مزيع؟ وبعض الناس يتوجهون في عدد من الدول، لا أعني دولة بعينها، إلى سياسة الدولة قبل ما يفكر ما الذي يرضي الله، ما الذي يرضي الله حتى أتكلم به. هل يرضي الله الكلام؟ هل يرضي الله السكوت؟ هل أنا تثبت من الخبر؟ كل هذا مطلوب أن يدرس. ما فائدة كلامي؟ ما عدم الفائدة؟ ما وجه الضرر؟ لا يفهم هذا كله إلا أني أسأل. أول ما يسأل: ما توجهات الدولة؟ توجهات الدولة السب نسب، توجهات الدولة الكلام الطيب تكلم بكلام طيب. ليس هذا ديننا. ما أمر الله وأمر رسوله هو ديننا. ما أمر الله؟ ما التصرف الحكيم الذي يسلك؟ وما الذي يرضي الله في هذه المسألة؟ فمن ثم نعلمه، ومن ثم نبني عليه، على الذي يرضي الله، على الذي يرضي الله. ومن هنا أوجه نصيحة للخطباء وأئمة المساجد. أنتم يا خطباء يا أئمة المساجد تتقاضون أجورا مقابل خطبتكم، أجورا مقابل الخطبة، فلا تجعلوا هذه الأجور حربا على الله ورسوله، لا تحاربوا بها شرع الله. أنت ستسأل يوم القيامة: أنت أخذت أجرا؟ تعلم الناس شيئا، شيئا ينفعهم في دينهم ودنياهم، لكن لا تعلم الناس شيئا يضرهم في دينهم وفي دنياهم. لا تكن بوقا تكرر الشر الذي أمرت به وتقول إن عبد مأمور. لا، أنت مسؤول، وستأتي يوم القيامة بين يدي ربك سبحانه وتعالى فردا، ستأتي فردا وستسأل. إن ربك قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أخذ الله الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الله قال في آية يقول عنها سفيان بن عيينة: إنها أشد آية على العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. إن ربنا لعن بني إسرائيل بسببين: قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان نبيين كريمين، على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا كان هذا اللعن؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يا معشر الخطباء، يا معشر الأئمة، يا معشر العلماء، اسمعوا كلام الله، اسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى الذي قاله في أكثر من آية ومكرر من ناحية المعنى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا
ليس قال استغفر الله فقط وليس أصلح فقط في نفسه، إنما أيضا يضيف إلى ذلك البيان الصحيح، البيان الصحيح. الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا تفرح أنك تعتلي المنبر وتصيح والناس يخرجون يبكون أو لا يبكون، افعل ما يرضي ربك عليك، لا تفعل ما يرضي السلطات في دولتك عليك. كل دولة لها توجه، كل دولة من الدول لها توجه، لملوكها ورؤسائها توجه، فإذا اتبع خطباء كل دولة مناهج رؤسائهم وملوكهم خربت الدول وتعارضت أقوال العلماء. أنت يا أخي من الله عليك بالإسلام لك مرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله، مرد واحد، المسلم في الكويت يعلمه، المسلم في أستراليا يعلمه، المسلم في مصر يعلمه، المسلم في السعودية يعلمه، المسلم في تركيا يعلمه، من مرد واحد إلى ماذا؟ إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نفلح يا أهل الإسلام، إياكم الأراجيف، إن ربكم حذركم فقال فيما قد مضى من القول وسمعتموه في كتاب الله في حديث كحديث الإفك إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. إن النبي قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا كلام النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات يهوي بها في النار 70 خليفة. فيا مسلمون يا أهل الإسلام اسكتوا في أوقات الفتن، إما أن تتكلم كلمة تنفع المسلمين وترضي الله عنك قبل نفع المسلمين تكلم بها، وإما أن تسكت، لا تتكلم كلاما في ضرر على المسلمين، لا تتكلم كلاما بغير علم، لا تتكلم كلاما يخوف المسلمين بل تبث فيهم الثقة والطمأنينة. يا إخوة، وإن كان الناس كلهم يخشون الفقر أنتم على طاعة الله سترزقوا، كلم كلاما طيبا. يا إخوة، إذا عشتم على الإسلام عشتم مطمئنين، وإذا متم فأنتم الحمد لله في جنات النعيم، وهذا الذي نبتغيه. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ إن عشنا نعيش سعداء، إن متنا نموت شهداء، إن عشنا في الدنيا نعيش كرماء، إن متنا نموت إلى جنات النعيم إن شاء الله. فهذا كلام ربنا. ربنا ذكر المنافقين والمرجفين وذكر أقوالهم في كتابه الكريم، قال تعالى إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا خفت ما خفت المكتوب عليك ستلاقيه هو مولانا يتولى نصرنا وقد وكلنا أمرنا إلى الله ونسأله أن يصلح لنا أمورنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون يعتمد المعتمدون قل أرتبصون بنا إلا إحدى الحسنين تنتظرون ماذا النصر أو الشهادة في سبيل الله ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فالحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله الذي لنا رب. يا إخوة، غيركم الذي حرم الإسلام وأنكر اليوم الآخر في لحظة تجده ينتحر. قد سمعنا عن وزير دفاع دولة من الدول أمس وأول أمس، كان وزير دفاع من أسبوع ولا شيء، اتهم ما عرف ايه بانه متواطئ مع رئيس دولته ودخل السجن، فاذا به يحاول الانتحار.
يبين في الجرائد في القنوات حاول وزير الدفاع كذا كذا الانتحار داخل المحبس. هو لا يقر باليوم الاخر، فالذي لا يقر باليوم الاخر خلاص يظن ظنا انه بانتحاره انه سيستريح، ويخفى عليه انه انضم الى كفره من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها قطع معه ولا يموت ايضا. لكن الحمد لله الذي من علينا بالايمان، ومن علينا ربنا بالاسلام، ومن الله علينا بالقران. نحمدك يا رب على هذا الكتاب المنير، نحمدك يا رب على هذا الكتاب المنير، ونسألك يا رب أن تجعلنا من الذين يمسكون بهذا الكتاب ويقيمون الصلاة، ونسألك يا رب أن تجعلنا من المصلحين. اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا بالذين يتكلمون بالطيب من القول، اللهم اجعلنا باب إصلاح لا باب إفساد، اللهم اجعلنا باب اجتماع لا باب اختلاف، اللهم اجعلنا باب ائتلاف لا باب اختلاف، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم اقبلنا جندا، اللهم اقبلنا جندا لنصرة دينك الدين القيم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد حكام المسلمين للعمل بكتابك الكريم وبسنة نبيك الأمين. اللهم اجعلهم رحمة على أممهم وعلى شعوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على أممهم وشعوبهم يا رب العالمين. يا ربي نحن أهل الإسلام وإخواننا ضعفاء إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. نرجو نصرك ونستغفرك من ذنوبنا، ونسألك أن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم.